طيب دلوقتي بنحضر للمغني الزواج حاجه والابوه حاجه ثانيه او الامومه حاجه ثانيه. يعني الناس قالوا بتتجوز بيبقى في تحمل مسؤوليه, بيبقى في بيت مفتوح, انما ده شد خط بقى بعد ما الولاد بيجوا. صح. احكي لي اول ما جت مريم ازاي الحياه اتغيرت, انت نفسك اتغيرت ازاي بعد الولاد ما جم؟ اتغيرت كتير. يعني مريم من يعني اليوم ولادتها بلاش نقول ليه بلاش انا داخل اوضه العمليات. ايوه فين يا جماعه محمود نزل ياكل كشري؟ لقيت لسه نازل سخن جدا, فما كنتش عارف اقاوم. لسه بقى بابا لا لسه, وهي كانت لسه قدامها ساعه ساعتين يعني, فقلت الحق المكرونه. هو شاف الراجل بيحط اخر ساعتين في جنب المستشفى محل كشري. فين محمود بياكل كشري؟ العمر كله فاكره لك اللقطه دي. لا ما طب انا وعوضتها في ادم, انا دخلت اوضه العمليات, انا عمري ولا ليا في العمليات. ادم دخل معايا انا دخلت جوه, انا مش فاهم ازاي الكشري ده هتدفع ما انا دفعت ده انا والله جوه العمليات نفسها. والله العظيم. اتغيرت ازاي يا محمود؟ مريم غيرت لنا حاجات كتير. مريم كانت بالنسبه لنا يعني احلى حاجه في الدنيا, احلى حاجه فعلا. وكانت بتكبر كده قدامنا وشويه بتحبي وشويه بتتمشى, يعني بدات احساس حلو جدا يبقى في حاجه منك انت شايفاها وبتتعاملي معاها. وفي نفس الوقت في تغييرات بتحصل في البني ادم كمسؤوليه, كحاجات كتيره جدا ممكن كان بيعملها, ممكن يجي مش عارف في وقت ايه وقت بقيت عايز اجي عشان اشوف مريم ام مريم ونعيش الحياه دي. وكنا حريصين جدا ان احنا ندي وقتنا لمريم في الوقت ده, وكانت حاجه بتقربنا اكتر من بعض. الحمد لله احنا قريبين من بعض, بس مريم عملت حاجه كده جديده في حياتنا اصلا, يعني وجود مريم في حياتنا. وبعدين كانت ضحكتها بالدنيا. يعني انا بالنسبه لي مريم يعني ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليها لك.